سم شيئا يرتبط بالعيد قديما وحديثا. العيد اكو اشياء ترتبط به مهمه، لما نقول عيد نقول اوه فلان شيء نذكر فلان شيء، اشياء سمي لي واحده من أدنى. مدينه الالعاب. ها مدينه الالعاب، الالعاب مدينه الالعاب صح. قال المراجيح يبا، قال مدينه الالعاب. احنا ما كان عندنا مدينه الالعاب قبل، كانت عندنا مراجيح خطيه، هي عباره عن نخلتين يجيبون هاي معدليها وبها حبل ونقعد ونتمرجح بها، مو صح؟ اي نعم. يلا شو تقول عبد الله؟ الاقارب. ها الاقارب. الاقارب الاقارب نعم. خمسه جاءت زياره الاهل الاقارب، هذه الزيارات المتعارف عليها بايام العيد، المراجيح جت اقوى.